السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم عن عوامل نجاح مشروع تربية العجول الصغيرة. أول حاجة مدة الدورة للتسميم قصيرة من 2 إلى 3 شهور حسب رغبتك من المكسب، بالتالي يمكن الحصول على المكسب بسرعة بسبب قصر الدورة، أي أن دورة رأس المال قصيرة، ومن المعروف أنه كلما قلت دورة رأس المال كلما زاد المال وارتفع الربح. ثاني حاجة يقام هذا المشروع في المناطق الريفية أو الصحراوية، وبذلك يكون إيجار أو سعر الأرض المقام عليها هذا المشروع ليست غالية، مما يساعد على ربحية المشروع. رقم 3، هذا المشروع يلزم عامل واحد فقط للتنظيف ومساعدة صاحب المشروع على العمل. رقم 4، يمكن البدء في هذا المشروع برأس مال صغير أو كبير حسب إمكانياتك المادية، قصر دورة التسمين والحصول على المكسب بسرعة. رقم 5، مصاريف المشروع قليلة بسبب صغر عمر العجول، والعجل الصغير لا يصرف كثيرا على عكس العجل الكبير يحتاج إلى مصاريف أكثر.